طيب اختيار الأسلوب كويس، اختيار الأسلوب المناسب في المناظرة، والأسلوب يا أخواننا حسب المناظر، ودي مسألة كثير من الناس قد ما ينتبه ليها. الزول اللي انت بتناظره ده أسلوب النقاش بيرتبط به، أو أحيانا بالحضور، أو أحيانا يرتبط الأسلوب بواقع البلد إلى آخره. لابد أسلوبك يكون مناسب مع الخصم بتاعك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال فقولا له قولا لين. ليه؟ ده حاكم وصاحب سلطان، لاحظ ده هو مش سلطان ساي، هو ده قال انا ربكم الاعلى، يعني باقي لك بيقول انا ربكم الاعلى، ده انت مش تقول له تعالى فرعون قلتين اقعدت، هو قال انا ربكم الاعلى، وده صاحب جبروت على في الارض وجعل اهلها شيعة الى اخره. فده البيليق في المناظره معه انت تتكلم معه بلين، تديه ولا ما بتجامل في الحجه، هو ما جامله في الحجه، لكن الكلام معه بيختلف من الكلام مع الشخص العادي. انت لما تناظر عالما احيانا في مسائل تقتضي انك تراجع فيها عالم ويكون شيخك، انت بتراجعه في مساله، فالطريقه بتختلف من طريقه مناظره اهل البدع. ممكن انت لو في نص معين قدرت توصله لشيخك وهو سلفي ومحترم، انت تبلغ له وتقول له يا اخي والله الشيخ يا اخي الحديث ده قابلني وانا ما عارف الفهم منه كيف كده، شوف لي فهمه شنو عليك الله، هو يكون الحديث يكون هو انكر رامز، انكر الحديث ذاته في رقبته، قال ما في حديث زي ده، تقوم تجي له الحديث تقول له يا اخي والله هذا الحديث ده لقيته صحيح كده عليك الله الشيخ، شوف لي فهمه شنو هو كده، انت بتكون وصلت له معلومه شنو انه الحديث موجود. فالمساله بتختلف. ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الامام المجدد ذكر انه واحد من المشايخ كان فاضلا، شيخ كان فاضل وذا علم وزول صاحب عقيدة يعني، لكن بيحلف بالبيت والكعبة كويس. فلما جاء الشيخ محمد عبد الوهاب ناقشوا بفن عجيب في المناظرة، وده شيخ زول محترم يعني، قام قال له يا شيخ وما يعرفوا انه محمد عبد الوهاب، جلس معه قال له اني اريدك ان تقرئني صورة من القرآن، في صورة قال له وانا قاعد اقراها وبخطئ فيها، دايرك توريني صح شنو. فقام قرأ عليه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قال فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، قرأ كده فليعبدوا هذا البيت. الشيخ قال له لا فليعبدوا رب هذا البيت، ايوه قال له إذن يعني ما بيعبدوا البيت، يعني ما بيحلفوا بالبيت برب البيت. نعم فهم طوال المسألة من هنا وصلت له، انتهى الموضوع. فيا اخواننا المناظرة عندها فن، انت تعرف خصمك، لانه احيانا الشيطان بيدخل تلقاه شنو، يعني الانسان قد يكون فيه خير لكن يدخل عليه الشيطان ويركب راسه. وفي اشياء كثيرة يا اخواننا جاءت بهذا الصنيع، يعني فتن كبيرة في الساحة ممكن تكون جاءت بسوء تصرف من الانسان اللي بيناقش اما شيخه او غير شيخه، يناقشه بصوره فيها نوع تحدي. انت عارف ما ابن ادم، انت قالوا شنو؟ شيخك ده ذاته انت قالوا نزل من السماء؟ ما هو ابن ادم. وكما قال الصحابي قال اسف كما ياسفون، صحابي رضي الله عنه صك الجاريه ادا كف لطم الجاريه قال انا من بني ادم واسف كما ياسفون. فانت في النهايه اخوك في الله او شيخك الصفه دي فيه، ما في البني آدم مركوزة فيه، أحياناً قد تأخذ العزة بالإثم، قد يحصل كل شيء فهمت أنت ما، لكن دائماً الإنسان يكون رفيق. وفي باب مناقشة إنسان صاحب منهج سليم أنت ممكن توصل للحقيقة لكن بأسلوب ألطف وبطريقة جميلة، تكون وقعت عليه المعلومة وفهمها ونفسياً ارتاح، نفسياً كده بكون قبلها منك. فدي أخواننا من الأساليب. أما أسلوب آخر يتعلق بطالب الحق، ممكن يجيك زول مسترشد هو طالب حق كويس، فده ما بينفع معه الغلظة، ما هو جاك بيسألك، هو جاء بيسأل قال لك يا أخي
والله الحديث ده فايد علي يا اخي. عليك الله في حديث بيقول كده بالله؟ عليك الله في حديث تقول لا ده رواه ابن ماجه. تعرف ابن ماجه؟ بليد ابن ماجه ما بتعرفه يا اخي. هو ما جاك هو اصلا ما بعرفه. هو ما جاك عشان توريه. فدائما المسترشد طالب الحق بيختلف الخطاب معاه من الخطاب مع زول المعاند. عشان كده انت عارف كثير من اخواننا بياخذ اسلوب وطابع واحد في حياته، ودي مشكله. انا داير من الليله الناس تحاول تعدل في النقطه دي، او اصلا اغلب الناس والحمد لله المساله دي ما عندهم فيها مشكله، لكن بعض اخواننا قد احيانا يشيل لك كده واحده بس، يشيل سداري ساي كلها، فهمتني؟ فلا بد انت يكون شنو عندك، ده تدي المعلومه بطريقه، وده بتدالي بطريقه، وفي واحد فقري بهناك ده تعامله براو. العلماء قالوا المعاند ده تعامله براو. لذلك كده عليك الله الديني بتاع الشافعي في ابن عبد البر. الشافعي لما يناظر الخصوم من اهل الاهواء هنا ذكر عنه، لا ابن عبد البر، لا ده طيب. اما يا اخوانا الانسان المعاند وزول صاحب الشبهات صاحب عدو الاسلام، ده لابد يزجر ويؤدب في المناظرة ذاته. ده تزجره تهذبه تمام، وبعدين تتحداه وتجهله، شفت كيف؟ لأنه هو رافع راسه وداير يلعب بالشريعة. قال محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم يقول ما رأيت أحدا يناظر الشافعي إلا رحمته. قال لما بحين عليه من الشافعي، قال من مقامه بين يدي الشافعي، وقال لو رأيت الشافعية يناظر لظننت أنه سبع سيأكله. كأنه داري هاجم على سبع بس. ودي بتنفع مع خصوم الدين. ذول مجرم جاي يقول لك الشيخ بيخلق وبدي الجنة وبيعلم الغيب وبقلب البيت ولد، انت تجي تقول لي وانا اتأدب معك؟ انت ما مؤدب، تتأدب مع زيدة؟ زيدة يزجر ويؤدب، لابد تزجره وتأدبه ويبقى في التحله. انت عارف يخش معك في مناظرة يبقى بس في التمرق من المحل ده، يبقى كايستي حاجة بس تخارج يمرق بالباب ده يتخارج منك. لابد ده تخطه في حتة ضيقة جدا، لانه زول عدو للعقيدة. تجي هسه في المناظرة، شباب علق علانا مناظرة بتاعت الهواري، بتكلم مع محمد المنتصر، ومحمد المنتصر تبنى كل التصوف الغريبة. أنا ما كنت متوقع يتبنى التصوف كله، وكل مراجع الصوفية يتبناه بالكامل حسب الكلام اللي جابه في البيان. الهواري قال تبنى كل التصوف ودافع عنه كله بما فيه الكلام في الفيوضات الربانية المآثر والأوراد القادرية وكل الكلام بتاع ادعاء الألوهية والحلول والاتحاد والخلق والرزق وإحياء الموت كله يتبناه. الهواري بيتكلم معاه ويقول محمد المنتصر هداه الله وعفى الله عنه. بالله ده اسلوب انت تتعامل به معه؟ والكلمه دي ما حظي بها اهل السنه من هذا الهواري. علماء السنه ديل ما بقولوا بوحده الوجود ولا الاتحاد ولا انه الولي يخلق ولا يرزق. ديل علماء من علماء السنه كامثال الشيخ النجمي الشيخ عبيد الجابري ومقبل الوادعي وربيع ورسلان. ديل خمسه علماء، علماء كبار من علماء السنة والجماعة، ما حظوا بمثل هذه العبارات الرفيقة من الهواري، وحظي بها ذاك الصوفي في مسرحية من الأدب المصطنع. يتصنع الأدب تصنعا في البيان بتاعه، وهذا مؤدب وذاك مهذب، وظهر منه الحقد كده. خلي لما نجعنا الموضوع بتاعه ده. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.